السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وي بونسوار افو توس اي بيانفينو. اهلا وسهلا بكم اعزائي الكرام في درسنا الجديد المعنون ب لو كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير ما يقابله في اللغة العربية بالحال. جيسبر كو فو زالي تري تري بيان. اي مانتنو كومونسون على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ريبيتي ابخي موا سيل فو بلي كوم دابيتود اي ميرسي. لوسون 38. لو complément circonstanciel de manière الحال. للتعرف على هذا المفعول به أو ce qu'on appelle le complément circonstanciel de manière نطرح السؤال بكل بساطة comment. Comment. D'accord. كيف. يمكن كذلك نطرح السؤال بطريقة أخرى ألا وهي de quelle manière. أي حالة. على أي حالة. لكن أنا أنصحكم طبعا ونفسي أن نركز على الكلمات المتداولة يوميا. وطبعا من بين هذه الكلمات هذه الأداة أو أداة الاستفهام comment. كيف. comment vas-tu. كيف حالك. comment tu as passé ta journée. كيف قضيت يومك أو نهارك إلى آخره. فهذه أداة استفهام نستعملها بشكل كبير. إذن يمكن أن يكون هذا الحال le complément circonstanciel de manière يمكن أن يكون عبارة عن ظرف un adverbe. un adverbe. مثال example. طبعا ex أنا كتبت هنا ex يساوي example يعني هو اختصار لكلمة example. استعملنا هنا l'abréviation الاختصار. المثال يقول je parle rapidement. أنا أتحدث بسرعة. Je parle comment. أنا أتحدث كيف. بسرعة. rapidement. rapidement. هذا هو. هذا هو. le complément circonstanciel de manière. d'accord. أنا وضعت عليه دائرة ليتضح أكثر. يمكن لهذا المفعول به الدال على الحال يكون عبارة عن صفة. صفة في صورة الظرف يعني. وطبعا الظرف أدفاغ هو ظرف لا يتغير ثابت انفاريابل. دونك ان ادجيكتيف امبلوي كوم ادفاغ دونك انفاريابل. مثال بسيط اكزامبل بارلي با يعني يتحدث أو تكلم بصوت خافت أو بشكل غير مرتفع يعني parler bas أو fort. ممكن نستعمل fort يعني c'est un adjectif employé comme adverbe invariable. يمكن أن يكون هذا الكمبليمون سيركونستانسييل دو مانيير un verbe à l'infinitif. يمكن أن يكون فعلا في المصدر مسبوقا بحرف الجر son دون أو بلا. يعني يمكن أن يكون un verbe à l'infinitif précédé de la préposition son. يعني un verbe فعل à l'infinitif بالمصدر أو في المصدر précédé يعني مسبوقا de la préposition بأداة أو حرف الجر son. d'accord. مثال je joue sans faire de bruit. أنا ألعب دون إصدار ضوضاء أو صوت أو صداع. Je joue sans faire de bruit. أنا ألعب دون إصدار أي ضوضاء أو ضوضاء. Sans faire دون عمل. De bruit هو الصوت أو الضوضاء أو شيء الذي يزعج الآخرين. يمكن أن يكون هذا الحال أو ce qu'on appelle le complément circonstanciel de manière un gérondif. يعني يمكن أن يكون اسم فاعل. يعني اسم فاعل في اللغة العربية هو يأتي على شكل مفتعل مثلا. يعني نأخذ الفعل في المضارع ثم نغير الياء بالميم ونضممها ثم نكسر ما قبل الآخر. يعني مثلا مبتسم. مبتسم يعني بالنسبة للأفعال يعني التي تتوفر على أكثر من ثلاث حروف. طبعا انجيرونديف اسم فاعل. مثلا لونفون اي تونتري اون بلورون. الطفل دخل باكيا. باكيا أو وهو يبكي. باكيا أو وهو يبكي. باكيا هو اسم فاعل
ما يقابله باسم الفاعل أو ما يسمى باسم الفاعل في اللغة العربية. طبعا الجيرونديف والأدفيرب والأدجكتيف أنفيرب أنفينيتيف سنتطرق إلى هذه النقاط بشكل مفصل في الدروس القادمة إن شاء الله. إذا ملاحظة بسيطة، غوماخك يمكن أن يكون هذا الحال أو لكمبليمو سيركونستانسيال دو مانيير يمكن للدلالة أو التعبير عليه يمكن أن نستعمل حرف الجر أو لا بريبوزيسيون افيك مع، لكن حاولوا أن تركزوا أعزائي الكرام، لقد تطرقنا في الدرس السابق أن افيك نستعملها للمعية أو المفعول معه عندما تكون المعية مع شخص، أن نتخ أنيمي افيك مون بير افيك ما مير، يعني مع أمي مع أبي مع أخي مع صديقي مع ابن خالي إلى آخره، أو مع التلاميذ أو مع الأساتذة. لكن هنا سيكون بعدها في أغلب الأحيان يكون بعدها اسم avec، يعني أفعل شيئا ب زائد نستعمل مع والاسم بعدها. مثلا أعطيكم مثال بسيط، example l'infirmière décolle le pansement avec douceur، الممرضة تزيل الضمادة بلطف، avec يعني مع، douceur يعني لطف أو حنان أو رقة إلى آخره. مثلا je lis l'histoire ou je lis la leçon ou j'apprends la leçon avec patience، ou madame par exemple Amel nous explique la leçon avec patience، السيدة أمال أو البروفيسور أمال تشرح لنا الدرس بكل صبر أو بصبر مع الصبر، مع كثير من الصبر، avec patience avec douceur. لاحظوا معي هنا أعزائي الكرام، يعني avec مع، la préposition مع، douceur هو c'est un nom يعني هذا اسم، d'accord. هذا اسم لا دوسور يعني اللطف الرقة إلى آخره. طبعا يمكن أن يأتي الحال دون استعمال أي أداة جر، ولا نستعمل لا أدفيرب ولا أدجكتيف ولا فعل في المصدر ولا اسم فاعل، لكن يمكن أن نستعمل جملة تدل على الحال. مثلا مثال بسيط، elle me parle les larmes aux yeux، هي تحدثني والدموع في عينيها، les larmes aux yeux. D'accord. J'espère que ça vous plaira et que ça sera très facile à comprendre et apprendre. Si vous avez des questions, des propositions, je suis toujours à votre disposition entière avec un grand plaisir. لاحظوا أنا استعملت avec un grand plaisir هذا حال، يعني بي مع الكثير من الفرح والسعادة، و يعني أفعل ذلك، يعني أشرح ذلك بكل محبة، مع كل المحبة. طيب لا تنسوا اشتراكاتكم، وطبعا لا تنسوا استعمال ميزة الجرس ليصلكم كل درس جديد أو كل جديد من القناة، لأنني إن شاء الله سيكون هناك جديد طبعا خاص بمستويات أخرى، وخاصة هناك إن شاء الله درس مهم جدا 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 للمقبلين على طلب شغل أو عمل في المؤسسات الأجنبية، خاصة المؤسسات التي تتحدث أو تستعمل اللغة الفرنسية. تابعوني إن شاء الله وستجدون ما يرضيكم بإذن الله ويرضي المولى عز وجل قبل كل شيء. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine, inshallah. Merci beaucoup encore une fois avec mes respects à votre sœur qui vous aime beaucoup, beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.